هل يمكن أن تستوعب إيران بالفعل الضربتين من مربع حزبها في بيروت إلى عمق طهران كما استوعبت من قبل مقتل قاسم سليماني، وذلك باستثناء بعض الضربات والردود الموزونة بحسب مراقبين أو المضبوطة بميزان الذهب؟ باعتقادي هذه الحادثة وهذه الحالة الآن ربما مختلفة كليا ولها معاييرها الخاصة لعدة أسباب. السبب الأول في ذلك وهو أن تأتي عملية الاغتيال هذه ما بعد الرد الإيراني على عملية الاغتيال التي جرت في القنصلية الإيرانية في دمشق، وعندما ذهبت إيران في ذلك الوقت على الرد على عملية الاغتيال وكان لأول مرة تنطلق به الصواريخ والطائرات المسيرة من الأراضي الإيرانية مباشرة إلى الاحتلال الإسرائيلي. هذه كانت واحدة من النقاط التي غيرت فيها طهران معادلة الردع وخطوط المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي إسرائيل هي أرادت أن تكسر هذه المعادلة بعملية الاغتيال، وبالتالي إن صمتت طهران على هذه عملية اغتيال هنية باعتقادي أن إسرائيل تكون نجحت في إعادة تركيبة وترتيبة الخطوط الأساسية لعملية الردع التي كانت هي تسعى إليها وإلى وضعها بشكل مباشر. الأمر الثاني والمتغير الثاني وأنا باعتقادي هنا يرتبط في مكانة ورمزية مفهومة المقاومة الفلسطينية والقضية الفلسطينية واغتيال واحدة من الرؤوس الأساسية بها وهو رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، باعتبار حركة حماس هي تمثل رأس الحربة في المقاومة الفلسطينية، وعندما يكون الاغتيال على الأراضي الإيرانية التي هي تعتبر أن الجمهورية الإسلامية هي الداعم الرئيسي لمشروع المقاومة، إذن أنت هنا تضرب الصميم وتضرب القلب بالنسبة للمقاومة الفلسطينية، وهذا سيمثل واحدة من اهتزازات مفهومة المعادلة الأساسية التي يقوم عليها المشروع الإيراني بشكل كامل. وبالتالي إيران مطالبة الآن في هذا الاتجاه أن تحمي وأن تدافع عن سمعتها في هذه الجزئية. النقطة الثالثة في هذا الإطار وهو باعتقادي أن عملية الاغتيال هذه تضرب أيضا معادلة ومفهومة البعد الاستخباراتي الأمني، عندما يكون هناك عملية اغتيال مباشرة على الأراضي الإيرانية لشخصية بهذا الحجم وضيف بهذا الحجم، هو ليس استهدافا للشخص وإنما استهدافا للسيادة واستهدافا للنظام واستهدافا للمنظومة الأمنية والاستخباراتية واستهدافا للقدرات العسكرية ككل، وبالتالي أنت هنا يمكن أن تنهار كدولة أمام عملية الاستهداف إن لم يكن هناك ضربة موازية. الأمر الأخير في هذا الإطار وأنا باعتقادي هنا الجوهر في ذلك الأمر أن صمت طهران عن عملية الاغتيال لرئيس المكتب السياسي هذا يعتبر حالة ضعف كبيرة جدا يمكن أن تفهم أنها تقهقرت وتراجعت بشكل كبير جدا. لهذا السبب أنا باعتقادي يعني عملية الرد هي قائمة وقادمة، ولكن يبقى الأمر هنا طبيعة وشكل ومحددات هذه العملية وطبيعة ارتباطاتها وأهدافها السياسية والميدانية والعملاتية.